يا مساء الفل عليكم مشاهدينا، واهلا بيكم في اولى حلقات برنامج المواهب مع سندس. وعشان النهارده اول حلقه فحبيت تكون مميزه وفريده، وعشان كده معانا النهارده متعدده المواهب والنجاحات هند عبد الغفور. اهلا بيك يا هند. اهلا بحضرتك. وطبعا امبارح احتفلنا بعيد الشرطة وذكرى الثانوي 25 ثورة 25 يناير، فعشان كده حبينا نبدأ بأغنية وطنية. اوكي تمام. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عليها صحيا. تحيا نسمع برضو أغنية تاني. أوكي نسمع أغنية تاني. بتسمعي قديم طيب؟ أوكي أوكي تمام. حاجة أغلى من حياتي.
لو حبت يومين كان هواك خلت ملاك. الله الله ما شاء الله، صوت جميل جدا. تسلمي لي بجد. عرفينا بقى بنفسك. هند عبد الغفور، كلية الآداب جامعة القاهرة، 24 سنة، تمام، بشتغل في مجال التسويق والعلاقات العامة، دي حاجة. كنت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة لعام 2018، حاليا مستشار اتحاد طلاب كلية الآداب جامعة القاهرة برضو، وعضو تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين، ورئيس اللجنة لجنة التعاون والشراكات بحزب المحافظين. طيب قولي لي بقى، مين أكتر حد بيدعمك؟ هو اكيد والدتي ووالدي واخواتي، دول لا مفر منهم يعني. طبعا اصحابي المقربين. اكيد في صعوبات بتواجهنا كلنا كنا بنيجي نوصل لحلم، ايه الصعوبات اللي واجهتك؟ هو بالنسبه للغنى صعوبات كثيره، لان الوارد دلوقتي ان مرفوض ان واحده محجبه تبقى مغنيه، فبالتالي انا ببعد خالص، بخليني في الشق الخاص بالحفلات، فانا مش لاقيه سهوله ان انا اوصل ان انا اغني فعلا بقى واحقق ده. طيب هند قولي لي، هدفك ايه من الغنى؟ هدفي من الغناء انا بصراحه حابه اكمل فيه، ولكن مش بالسياق اللي موجود في الوسط الفني دلوقتي. انا حابه ان انا اغني، اغني مثلا، سواء هغني بالحجاب او هغني مثلا في تترات وهكذا، فحابه اوصل بس بالشكل ده مش بالشكل التاني يعني. طيب قولي لي، ايه نصيحه اللي حابه تقدميها للمواهب اللي لسه بتبدا؟ هو اهم حاجه يكون عنده ثقه بنفسه وثقه بموهبته ومؤمن بيها، ده اساسي. ولو ما كانش عنده ده مش عارف يوصل، فلازم يكون عنده ايمان بالموهبه فعلا، ويبدا يسعى ويهتم بموهبته، سواء ايا كان هي نوعها ايه، سواء بقى غنى او مسرح او اي موهبه عنده، يبدا ينميها، يشتغل عليها ويشتغل على نفسه كويس جدا. طيب ممكن تسمعينا اغنيه كمان؟ اوكي. نسمع بقى حاجه صغيره كده. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ اخبي الحكايه وداري عليه. ليه يا قلبي ليه بتحلفني ليه؟ اخبي الحكاية وداري عليه، وموصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من أهلي وصحابي، وموصفلوش عذابي وحيرة شبابي وحب اللي خدني من أهلي وصحابي، وإزاي بس داري وإزاي بجاري واتشوق إليه، ازاي بس داري وازاي بجاري واتشوق اليه. ليه انت امتى اكتشفتي الموهبه وازاي طورتيها؟ في ابتدائي. ازاي طورتيها؟ كنت لسه في المدرسه وبدات بقى بغني في وسط اصحابي، لا ده انا صوتي حلو، اصحابي بقى يقولوا لي صوتك كويس، بدات اغني في الاذاعه المدرسيه، ومنها بقى دخلت في مسابقات الغنى على مستوى بقى الدراسه كلها، مرحله الدراسه حتى الجامعه. طب قولي لي، ايه رايك في الاغاني الشعبي المهرجانات؟ هو الاغاني الشعبي انا مثلا على المستوى الشخصي ما بقتنعش بيها لاسباب كتيره. ليه؟ من ضمنها ان هي كلامها غير هادف، فين اللحن فين المزيكا اللي انا بسمعها، هي كلها انا شايفاها درامز او تخبيط وخلاص، ما فيهاش اي محتوى، ما فيهاش اي مفهوم، في كلام اصلا ما بيتفهمش منها، فبالنسبه لي انا مش مقتنعه بيها اصلا، وشايفه ان هي في الاجيال اللي موجوده دلوقتي بقت تسمعها بشكل كبير، ده هيأثر عليها فيما بعد سلبيا بشكل كبير. طيب تحبي توجهي كلمة شكر لمين؟ ممكن لصحابي والأهلي جدا، يعني هما معايا في أي حاجة وبيدعموني بشكل كبير جدا، وكفاية دعواتهم بقى. ده أولا وأخيرا. طيب ممكن تسمعي حاجة صغيرة كمان؟ حاجة تانية حابة تسمعي إيه؟ تسمعي جديد؟ أكيد عايزة جديد. تمام. أوكي خلاص. روحي يا عيني قلبي اللي بيحيني، ايامي وسنيني انادي عليك بايه؟
طب اقول لك وحشني، ولا اقول ما عيشني، قولي حبيبي وغششني، ساعدني هجر ايه يا دي الحيرة، بسميك الكتيرة بنادق بيها انا بلاقيها اجمل من بعديها، روحي يا عيني قلبي اللي بيحيني، ايامي وسنيني ساعدني هيجرى ايه. ميرسي جدا ليكي ونورتيني جدا، ويا ربنا يوفقك يا رب ونشوفك نجمه كبيره. ميرسي جدا. وفي نهايه حلقتنا مشاهدينا نشوفكم في حلقه جديده في برنامج مواهب مع سندس مع موهبه جديده.